مشاهدي لو 360 مرحبا بكم. نتواجد الان امام شاتو لو روزي اللي غادي يحتضن ابتداء من الساعه الثانيه هذا اليوم الخميس لقاء اللي غادي يجمع اورس كولير الوفود من المغرب من الجزائر والفيصاليين ومن موريتانيا، والاجتماع سيكون في هذه القاعه التي توجد في اخر هذا الصف. هذه القاعه تحتوي على طاولة مستديرة يجتمع فيها رؤساء الوفود وأمامهم أورس كولر الذي سيتكلم باللغة الألمانية، حيث أننا لو 360 دخلنا لهذه القاعة ولكن لم نستطع سجلها لأن الشرطة طلبت منا الخروج، ولكن لاحظنا على أن أورس كولر سيجلس ومن يمينه الوفد المغربي والوفد الموريتاني وعن شماله الوفد الجزائري والمرتزقة. في داخل ذلك القاعة قسم للترجمة من الألمانية إلى اللغة العربية وإلى اللغة الفرنسية.